مرحبا برج الجوزاء، هذه قراءتك العاطفية. أول شيء طاقتك أنت يا برج الجوزاء. أرى أنك في العلاقة في السابق عندك أول شيء الفارس الخماسيات، فارس الأرض. العلاقة بالنسبة لك كانت ماشية جدا بشكل مريح، كانت مستقرة، كانت مخليت أنك تحس بكفاية من الناحية العاطفية، تحس أنك كفاية هذا الشخص. وأيضا أحسك ما كنت مستعجل على الارتباط، كنت مستمتع في هاي المرحلة مع الشريك، ولكن صار شيء غير متوقع، صار انفصال، صار زعل، دخلت في مرحلة 4 سيوف، وهذا غير الأمور بالنسبة لك. بخصوص شنو كان الزعل ما أعرف، احتمال بخصوص طرف ثالث، احتمال أنك صارحت وسألت عن طرف ثالث أو الماضي، ولكن هذا سبب شرخ في العلاقة. وحتى إن كان الزعل بالنسبة لك أشوفه كان مؤقت ولم يأخذ وقت طويل، يعني ممكن تكون زعلة بسيطة، لكن تصرفات الشريك في أثناء فترة الزعل هي اللي فعلا أثرت على العلاقة، خلتك تنتقل من طاقة الفارس إلى طاقة الملك، خلتك تكون جاد. في السابق أنت ما كنت جاد بخصوص الزعل أو حتى المطالبات اللي قاعد تطالب فيها الشريك، كنت ماخذ الأمور بروية ومو شايل هم شيء، مثل ما يقولون اللبنانيين مش عاتل هم أي شيء. بس الزعل اللي صار كشف لك أمور عن هذا الشريك، كشف لك جانب أنت كأنك أشوفك هني واقف وتعيد تقييم وتفكيرك في هذا الشخص، تحس أن تفكيرك ما كان في محله، اكتشفت عنه أشياء أبدا ما كنت متخيل أن هذا الشخص ممكن يقوم فيها، بس أخذت بريك ورجعت منه بقوة. راجع، عندك مطالبات، عندك أسئلة، عندك تحقيق تريد أن تفتحه مع الحبيب وتريد أن يجاوبك. احتمال هو أيضا حاليا ملتزم فترة الصمت لأن عنده كارت العالمة، هي حافظة الأسرار. شنو السيناريو اللي أشوفه أغلب شيء صار؟ كنتوا في زعل بسيط، زعل أطفال، زعل خفيف، أبدا ما يسوى شيء، ولكن هذا كان نقطة محورية اكتشفت فيها أشياء عن الحبيب أبدا ما كنت متوقعها. تغيرت نظرتك إليه، تغيرت طاقتك بخصوصه. السيوف هني تعني لي الحقائق، اكتشفت عنه أشياء أنت غير مستعد أن تصدقها عنه، أو غير مستعد أن تتعامل مع هاي الحقيقة اللي اكتشفتها عنه. احتمال أيضا شخص، لأن عندنا كارتين، احتمال أيضا شخص هو اللي وصل لك أخبار عنه، واكتشفت أشياء لم تعجبك ولم تسر خاطرك يا برج الجوزاء، لأن ألاقي أن الشريك عندك لديه كرت العالمة، The High Priestess، The Fool، Ace of Cups. في فترة الزعل أو في فترة ما كنتم مع بعض، أنت اكتشفت أنه كان يسوي شيء من وراء ظهرك. الفول هو كرت البدايات الجديدة، ولكن ممكن أيضا أن يعني كرت أن أحد يغافلك وراء ظهرك، كان تشوفه مثل المهرج. خلي أقرب لك الصورة، مثل المهرج يحاول برقصته، بحركاته، بملابسه، يشتت انتباهك عن شيء مهم. ما هو الشيء المهم؟ كان في تبادل أكواب. للأسف كان في تبادل أكواب من وراء ظهرك، واحتمال أنك عرفت عنه أو شكيت، حتى لو ما عرفت أنت حاسس أو شاك، وهذا الشخص قاعد يشتت انتباهك. ألاقيه جدا إنسان مزوح، يحب الضحك، لا يأخذ الأمور بجدية. كرت المشاغب عندنا، عند الأمور طيبة ولا يأخذ حتى مشاعرك بجدية، حتى وإن كان يعرف أن هذا الشيء خطأ، سوى شيء من وراء ظهرك. رح نكتشف شنو هذا الشيء في الطرف الثالث قراءته، ولكن أعتقد أنك حاس، وإن لم تحس سوف تأتيك، سوف يأتيك شخص بالأحرى يحمل إليك أخبار سيئة، إن هذا الشخص فعلا كان يتلاعب
من وراء ظهرك وإن كان له الحق وإن كنتوا في فترة انفصال، ولكن في فترة الانفصال الشريك قام بشيء يحاول أن يداري عنك، يحاول أن يتستر عليه. عندنا كرت العالمة خازنة الأسرار، أو احتمال أنه كان مفكر أنه راح يستطيع أن يداري عنك هذا الشيء اللي فعله من وراء ظهرك. ما هو الشيء الذي فعله؟ أتوقع أنه رجع لشخص من الماضي أو شخص ثاني مو مهم، من الماضي من الحاضر، لأن هذا الشخص رفض شريكك. عنده 4 الأكواب. ممكن أيضا يكون العكس، هذا الشخص كان بانتظار كوب، الطرف الثالث كان بانتظار كوب، بانتظار رجوع شريكك. شريكك رجع له ولكن لم يعرض عليه الكوب، الكوب ظل محتفظ فيه من أجلك. يعني فعلا يمكن صار بينهم كلام، بينهم أحاديث، بينهم رجوع مؤقت، ولكن كرت الحب الشريك ظل محتفظ فيه من أجلك أنت، وهذا خبر جيد. أنت الذي تعرف السيناريو اللي تمر فيه، ولكن كان هناك رفض لكوب. احتمال أيضا هذا الشخص رفض كوب شريكك. لماذا؟ لأن عندنا 4 الأكواب، وهي طاقة الإنسان اللي جالس لا ينظر إلى الأكواب التي تعرض أمامه، لا يريد المزيد. وعندنا أيضا 5 السيوف. 5 السيوف تعني لي أن هذا الشخص الطرف الثالث كان كل همه، احتمال أن هذا الشخص اللي دخل بينكم كان كل همه أن مجرد يخليكم تنفصلون عن بعض، كان مجرد همه أن خليكم تخسرون العلاقة. وفعلا أرى أنه حقق جزء ولو جزء بسيط، حقق أمنيته. عندنا كرت تحقيق الأمنيات، 9 الأكواب. شنو كانت أمنيته؟ مجرد أن ترجع لكرامته. احتمال فعلا الشريك تبعك خطأ، ولكن أشوف أن خطأه مقارنة بهذا الإنسان المتلاعب، خطأه كان بطيب نية لدرجة ما يغفر له، لأن كل شيء فعله كان طاقة طفولية، طاقة غير ناضجة. عندنا الفول، مجرد كان ردة فعل على انفصالكم، على الزعل اللي بينكم، وهو فعل هذا الشيء مع هذا الشخص، رجع كلمه، رجع يسولف معاه، ولكن كان شيء مؤقت أيضا بينهم. ولكن هذا الشيء المؤقت بالنسبة لهذا الشخص هو تحقيق الأمنية، كان مجرد منتظر أن يرجع إليه الشريك، يعرض عليه كوبة من الحب مجرد عشان يحس بانتصار داخلي، ترجع لكرامته. لأن أيضا احتمال أن هذا الشخص نفسه عندما رجعت إليه كرامته وحس بانتصار عليكم أنتوا الاثنين، هو نفس الذي راح يرسل هذا الشخص أو راح يحفز، حتى وإن كان مو بشكل مباشر يرسله، راح يحفز يوصل الأخبار لهذا الشخص الكبير أن يخبرك بأفعال الحبيب. ولكن بما أنك قاعد تستمع إلى هذا الفيديو، أنا أرى أنك تستطيع أن تحول نصر هذا الشخص إلى خسارة. تعكس الكرت، كل كرت ممكن يقرأ عكسيا، ترى شلون تعكس الكرت عليه، ما تخليه يحس بحلاوة النصر اللي هو يتوقعها. كرت 5 السيوف هو كرت بالعادة مجموعة من الناس يتحاربون، شخص معين ربح، حصل على جميع السيوف، فهو الآن لديه جميع السيوف، لديه الانتصار، ولكن خسر جميع الناس اللي حوله، يأتي بثمن هذا الانتصار. وأنا أقول يعني من رأيي أن حتى الانتصار لا تجعله يحس بحلاوته، تأكد أن الكوب الذي من نصيبك سوف يأتيك أنت. وفي أمور كثيرة في العلاقة المفروض نتغاضى عنها دائما، في شخص في العلاقة نضوجة أقل من الشخص الثاني، في شخص يسامح وشخص يخطأ، في شخص تصرفاته شوي تكون طفولية ومشاغبة، ولكن بطيب نية،
كرت الفول رقم صفر. هذا الشخص ليست لديه أي دوافع خفية، خائف من ردة فعلك، إي نعم، ولكن نيته جدا صافية. ولكن أيضا من رأيي أن أنبهك على شيء معين، عند Ace of Cups تأكد يا برج الجوزاء أن مهما عرض أو حدث بين هذين الشخصين هذا لم يكن حب. هذا الشخص فعل هذا الشيء بدافع الانتقام، أوكي، مجرد عشان يحس أن هذا الشخص رجع له وهو الآن يرفضه، أن احتمالنا هذا الشخص ابتدأ بالرفض واختارك أنت. وتأكد بأن كوب الحب اللي مكتوب لك أنت هو ليس نفسه اللي قدمه لهذا الشخص، مجرد كان رجوع مؤقت بينهم مثل ما أخبرتك، رجوع بدافع التسلية، بدافع احتمال أن هذا الشخص كتم في قلبه لديه كرت العالمة، كتم أيضا في قلبه الحزن بسبب الانفصال أو الزعل المؤقت بينكم. كانت أول ردة فعل له أن يرجع باتجاه شخص من الماضي، شخص كان دائما، شوف، تسع الأكواب، تسعة تعني لي دائما نظرة ثاقبة، هاي الشخص دائما كان ينتظر اللحظة المناسبة أن يرجع فيها هذا الشخص لكي يعزز انتقامه. واحتمال أيضا أنك في السابق لم تكن منتبه لهذا الشخص من الماضي، ولكن تأكد أن في المرحلة القادمة سوف تسمع به، سوف تأتيك أخبار عنه، راح يحرص أن أنت، يعني عنده شوي طاقة انتقامية، راح يحرص أن أنت كما أنك تعرف اسمه يكون موجود، يذكر اسمه. لهذه الدرجة هذا الشخص تأذى في السابق والآن عنده انتقام وعنده ردة فعل عكسية. الحل الوحيد لك ألا تجعل هذا الأمر يصل إليك، يتوقف، لأن إذا تحققت النتيجة اللي يريدها هذا الشخص الطرف الثالث وهو الانتصار له والانهزام لعلاقتكم، راح يكون حصل على مراده. في فعلا الكثير من الأكواب أراها، ولكن أيضا تأكد الكوب، كوبك أنت، كوب حب الشريك لك مختلف، في زاوية لحالها، في مجموعة خاصة، ليست مع باقي الأمور والأكواب اللي مرت مع هذا الشخص. تأكد من هاي النقطة بحيث أن لا تشكك في نفسك، لا تشكك في مكانتك عند هذا الشخص، وتقول أنك ما رجع لي سيرجع للآخرين وكذا وكذا. كانت مجرد يعني غلطة، خلينا نقول غلطة بحسن نية، وإذا لم يحدث الموضوع لحد الآن احتمال أنه يحدث في المستقبل. فكن متنبه، كن متسامح. أيضا أرى أن هذا الكوب هو مثل كأن التسامح اللي راح يصدر من طرفك أنت، وراح يكون مثل النار، هذا الشخص يحاول أن يولع نار في العلاقة. كوبك أنت كوب الحب اللي راح تعطيه، التسامح، التفهم اللي راح يكون من جانبك، لأن أنت أشوفك جدا صبور في طاقتك العادية، راح ينهي ويغطي على هاي الطاقة، راح أسحب لك أيضا كرت تبع المفاجأة في المستقبل إذا راح تكون في أي مفاجآت. The Ice Queen، أجمل طريقة ننهي فيها القراءة. Idea preserved، Non-action entitlement. بالضبط، شنو أخبرتك؟ قلت لك هذا الشخص قبل أن أرى هذا الكرت وأنا خلطت الأوراق أمامكم، قلت لك أن هذا الشخص عندي إحساس أنه يحاول أن يولع النار. النار سوف تصلك عن طريق ملك الأغصان، وهي طاقة نارية، راح تأتيك أخبار نارية، أخبار تستفزك من قوتك الحالية، من طاقتك الحالية. عليك أن تكون ملكة الجليد، يعني مش فقط بارد، ملكة البرود أو ملك البرود في حالتك، لأن هدوءك هو اللي راح يطبطب على الوضع. نون اكشن، عدم اتخاذ اي فعل، نون اكشن هي النصيحة لك. لا تصدر منك اي ردة فعل تجاه
النار اللي راح يحاول هذا الشخص أن يوصلها تجاهك أنت، راح يحاول يفركش فيها أو يخرب فيها على الحب اللي آتيك من جهة الشريك. preserved، احتفظ بالمشاعر السيئة والغيرة والعتاب في الفترة القادمة في نفسك، أو عبر عنه بطريقة صحية. لا تعاتب، كن مثل الإسفنجة تهدي الوضع، تسحب الطاقة، تسحب الماء. في نفس الوقت أنت عندك entitlement، هذا الكوب ملكك. entitlement هو بما معنى الملكية أو حق الملكية، أنت عندك حق هنا لا تتخلى عنه من أجل أشخاص يحاولون أن يخربون علاقتك. أتمنى لك التوفيق عزيزي برج الجوزاء.